مرحبا بكم في فيديو جديد وبلد جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو معنا اسبانيا، غادي نصوبوا الاكله الشهيره اللي معروفين بها اللي هي التورتيه. اكله سهله كيصوبوها بالبطاطا المقليه. بقاو معنا تشوفوا طريقه التحضير. صافي البنات، بعد ما كملنا البطاطا في التقشير ندوزو نقطعوها. كناخذ هنا واحد الوصله ندير على هذا الشكل، ما تغلطوهاش بزاف، المهم مغليضه مرقيقه مويان. تندير انا الكبش دغيا سالي، كنقطعو المربعات تكون هي صغيره بحال هكا، بحال هذا الحجم تقريبا. صافي بهذه الطريقه هذه دغيا كتسالي. صافي البنات نبقى بهاد الطريقة حتى نكمل. صافي البنات دابا بعد ما كملنا التقطاع ديال البطاطا درنا الزيت سخن، غنديرو التقلة. نخليها تقلى ما نحركوها ما والو باش ما تعجنش. البنات نخليوها تقلى حتى يولي تشد في راسو ويولي لونها ذهبي عاد نحيدوها. صافي البنات دابا شوف البطاطا بعد ما ولا لونها ذهبي صافي غادي ندوز نحيدها. تخليوهاش تحمر بزاف يولي لونها بحال هكا صافي نحيدوها. البنات هنا سمحوا لي تقطع لي الفيديو، انا من بعد ما كنحيدها مباشره من الزيت وهي باقا سخونه كنضيف عليها بزار الملحه والثومه محكوكه والمعدنوس صافي، وغنحركوها ونخليوها تدفى عاد ديك الساعه نديرو عليها البيض. صافي هنا البنات بس نشحر البصله ونخليها تتشحر مزيان. دابا من بعد ما بردات لينا البطاطا كنضيفو البيض. انا تقريبا هنا ندير ست البيضات وكل واحد كيبقى على حسب الحجم اللي دار.
نشد من مع نديرهم صغار، ندير واحد الطفاله صغيره غادي ندير فيها شويه ديال الزيت ونديرها حتى تسخن مزيان، عاد غادي ندير الدورتيه الاولى. ضروري تكون المقله سخونه. صافي البنات تنتاكدو من الطفاله سخنات، غادي ندير كميه من الخليط. صافي تنحس بها طابت هاداك الساعة نقلبها. هذا البنات النوع الثاني، غندير فيه شويه البطاطا، غندير فيه فرماج، غادي نضيف شويه البطاطا ماما من فوق نسد عليها الفرماج. واخا بابا هنا هنا ديزولي ماما ديزولي ماما ماما ديزولي. هانتوما البنات كنشدو غلاقه بحال هكا في السطحه تنقلوها بحال هاد الشكل، هاكا تقلب بسهوله، ما دهنو ما والو. صافي نقادها عشان كتحمر على الجهه الثانيه. دابا البنات النوع الثالث، درت البصله عاد كتخلطو مع الخليط تايا وديروها طيب. هادي نفس العملية شوية، فاش طيب من الوجه اللون نقلبوها، حتى طيب من الوجه الثاني ونفيدو هاد الشكل ديالهم كي تيجي. هاهو البنات الشكل النهائي ديال الدورتية ديالنا، كتجي على هاد الشكل. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، ما تنساوش ابونا وديروا لايك، نبقاو معكم ديما في الجديد. مع السلامة.